بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 14 من شرح المعيار الشرعي 8، والذي يتحدث عن المرابحة، وما زلنا في المسائل التي تندرج تحت عنوان تملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة. وقد تحدثنا عن بعض المسائل التي تندرج تحت هذا العنوان، ونواصل هذه البنود، ومع البند الذي تقول فيه المعايير الشرعية: الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عن إبرام عقد شراء السلعة باسم المؤسسة وليس العميل، إلا إذا كان هذا الأخير وكيلا عنها. بمعنى هذا، الأصل في تعامل المرابحة أو في التعامل التمويل الإسلامي عن طريق المرابحة أن المستندات والوثائق والمراسلات كلها تكون باسم المؤسسة المالية، بمعنى البنك الإسلامي. والسبب في ذلك أن المشتري من البائع الأصلي هي المؤسسة المالية، وبالتالي كل العقود والمستندات الرسمية تكون فيها المؤسسة المالية، تكون باسم المؤسسة المالية بوصفها مشترية من طبعا البائع الأصلي قبل أن تتم عقد بيع المرابحة، ولا تكون باسم العميل، بمعنى تكون باسم المؤسسة المالية ولا تكون باسم العميل. ولكن هنا المعايير الشرعية ذكرت إلا إذا كان هذا العميل وكيلا عنها، كما سبق الإشارة إليه في الحلقات الماضية، أنه في بعض الأحيان قد تباشر المؤسسة المالية أو البنك الإسلامي عملية الشراء من البائع الأول، المؤسسة المالية بنفسها تباشر عملية الشراء، وقد يكون هناك وكيلا عنها، وهذا الوكيل قد يكون نفسه هو العميل. فإذا ما كان العميل وكيلا للمؤسسة المالية، فقد تكون طبعا العقود والمستندات الرسمية على اسم هذا الوكيل الذي هو أساسا هو العميل. في هذه الحالة أجازت المعايير الشرعية أن يكون تكون المستندات والعقود وغيرها من المستندات الرسمية التي تربط بين البائع الأول والمشتري، وهي المؤسسة المالية، يجوز أن تكون باسم الوكيل الذي هو أصلا العميل، في حالة ما إذا كان طبعا الوكيل يفاوض ذلك البائع الأول نيابة عن المؤسسة المالية بوصفه وكيلا. ففي هذه الحالة يجوز أن تكون العقود الرسمية والمستندات المختلفة باسم الوكيل. النقطة الثانية، وهي قول المعايير الشرعية: لا يجوز أن يتفق يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراء السلع أن تكون الوكالة غير معلنة. بمعنى عندما تقوم المؤسسة المالية أو البنك الإسلامي بتعيين الوكيل الذي هو أصلا العميل أو أي وكيل آخر في مباشرة التفاوضات وفي مباشرة عملية إتمام الصفقة، صفقة شراء السلع والبضائع مع البائع الأول، يجوز أن تكون أي يتفق كل من المؤسسة المالية والوكيل أن تكون هذه الوكالة غير معلنة، بمعنى لا يعلن ولا يصرح البنك أن هذا الشخص هو وكيل عن المؤسسة، فهذا الأمر أجازته المعايير الشرعية. وبذلك ماذا يترتب على ذلك؟ فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام الأطراف الأخرى، بمعنى هنا الوكيل عندما يتصرف مع البائع الأول ومختلف الأطراف التي تتعلق بعملية الصفقة، يتصرف وكأنه هو الأصيل، يتصرف وكأنه هو المشتري وليس هو الوكيل. لماذا؟ لأن الوكالة غير معلنة، بمعنى
أن المؤسسة المالية لم تعلن ولم تصرح بهذه الوكالة، ولكن هو اتفاق بين العميل أو الوكيل والمؤسسة المالية، وبالتالي تعطي لهذا الوكيل الذي يفاوض يعني قوة من حيث عملية المفاوضات وعملية إتمام الصفقة، فيتصرف وكأنه أصيل وليس وكيل، وكأنه صاحب البضاعة ومالكها الذي يقوم بشرائها وليس المؤسسة المالية الإسلامية. وهذا طبعا في الظاهر، والسبب في ذلك أن الوكالة غير معلنة، ولكن توجد وكالة متفق عليها طبعا بين المؤسسة المالية والوكيل، وهذا طبعا حسب ما يتفق عليه الطرفان لأسباب معينة تعطي الوكيل نوع من السلطات الاعتبارية في التعامل مع البائع وإتمام الصفقة. ثم تقول المعايير الشرعية: ويتولى الشراء مباشرة باسمه، ولكن لصالح المؤسسة الموكل، غير أن إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى. طبعا هنا تقول المعايير الشرعية أنه في حالة ما إذا أفصح الوكيل عن وضعه الحقيقي وأنه وكيل وليس أصيل، ذلك يكون أفضل، ولكن طبعا هذا لا يعتبر من باب المحظور الشرعي، فقد يصرح به وقد لا يصرح، حسب طبعا ما يتفق عليه الطرفان وحسب الظروف والحيثيات هذه الصفقة، وما هو أفضل لإتمام هذه الصفقة على أحسن وجه وأتم صورة، هل تعلن الوكالة أم تكون خفية. طبعا ذكرت هنا المعايير الشرعية أنه في حالة ما إذا كانت الوكالة غير معلنة، هنا العامل بالشراء أو الوكيل أو العامل يتصرف وكأنه المشتري الأصلي ويشتري باسمه، يشتري ماذا؟ باسمه، ولكن طبعا كما ذكرنا لصالح ماذا؟ لصالح المؤسسة المالية باعتباره ماذا؟ باعتباره وكيلا. هذه بعض المسائل، وهذه ربما هذين البندين الأخيرين الذي يندرجان تحت ما يسمى بتملك المؤسسة المالية للسلعة قبل بيعها مرابحة، طبعا فضلا عن البنود الأخرى التي تحدثنا عنها في الحلقات القادمة. ونكتفي بهذا القدر بإذن الله، ونراكم في الحلقة القادمة، ونبدأ مع عنوان جديد وهو قبض المؤسسة المالية للسلعة قبل بيعها مرابحة منها، بمعنى ما هي الأحكام التي تتعلق بعملية قبض المؤسسة المالية لهذه السلع والبضائع قبل مباشرتها بتنفيذ عقد المرابحة. نراكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.